تربط الإنسان بالصحراء علاقة متينة، فبرغم مرور الأزمنة وتقدم الحضارات ظل نداء أولي يعيده مرتحلاً أو مستقراً إلى الصحراء التي مثلت له يوماً المنشأ والمسكن، وصارت له اليوم مستراحاً ومصدراً للترفيه. ننغمس أحياناً في ممارسات نعتبرها طبيعية، نرفه من خلالها عن أنفسنا وطلعنا من روتين الحياة اليومية داخل المباني والبيوت، من غير لا ندرك أن لهذه الممارسات أثر على البيئة وعلى كائنات أخرى ممكن نعتبر إحنا ضيوف عليهم في موطنهم الأصلي. وفي الكويت يعتبر موسم التخييم من أجمل المواسم اللي تستعد له أغلب البيوت والعوائل في فصل الشتاء، فمن يبدأ الجو يبرد شوي نشوف الاستعدادات والتحضيرات بدت تاخذ شكل أكثر جدية، من تخطيط لأفضل أماكن للتخييم وحتى إعداد مستلزمات المخيم وأيضا المقيمين فيه. وعلى أن هذا الموسم قصير في مدته إلا أنه يعتبر من أكثر المواسم حيوية وكثافة في الكويت، وترتبط فيه الكثير من النشاطات والفعاليات الخاصة فيه دون غيره، وهالشيء بطبيعة الحال تترتب عليه الكثير من الأمور والآثار سواء كانت إيجابية أو سلبية. وفي حلقتنا لليوم حبينا نتناول فكرة تحول مصدر من مصادر الترفيه الأساسية في فصل الشتاء إلى نشاط قاعد يأثر على البيئة وشكل الحياة الصحراوية، وشلون نقدر نرفه عن أنفسنا وعوائلنا في هذا الموسم بطريقة صحية ما نعتدي فيها على البيئة ولا تعرضنا للمساءلة القانونية. في إطار تنظيم عملية إقامة المخيمات الربيعية لموسم 2022-2023، فإن بلدية الكويت بالإضافة للجهات الأخرى ذات الصلة عملت على عقد الاجتماعات للتنسيق والتباحث بشأن هذا النشاط. بلدية الكويت حددت قيمة تأمين إقامة المخيم بمبلغ 100 دينار يتم استرجاعه بعد نهاية الموسم، وذلك بعد تقليله عن السنوات السابقة حيث كان يبلغ 300 دينار، كما يدفع طالب الترخيص 50 دينارا كرسوم غير مستردة. أما بالنسبة لمقدم طلب الحصول على الترخيص فيجب أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاما، ولا يمكن أن يصدر باسمه أكثر من رخصة مخيم واحد. ومن المقرر أن تقام مراكز للخدمة مثل الأسواق المركزية والمراكز الأمنية والإطفاء والإسعاف، وذلك في مواقع التي يسمح التخييم فيها. في سياق متصل، تواصل البلدية في إطار أعمالها لتسيير عملية التخييم حسب الضوابط الموضوعة، تواصل حملات الإزالة للمخيمات المخالفة والتي تتم إقامتها في المواقع غير المسموح بها أو قبل الموعد المحدد للتخييم الذي يوافق 15 من شهر نوفمبر الجاري. مشاهدينا، قبل أن نتكلم بشكل مفصل عن الأثر السلبي لممارسات الأفراد في موسم التخييم على البيئة، حابين بداية نتعرف على الشروط وأيضا الضوابط اللي تنظم عملية التنظيم والأنشطة المرتبطة فيها. معي اليوم في الاستوديو الأستاذ سليمان الغيص، رئيس قسم الإزالة في بلدية الجهراء، نتكلم أكثر اليوم عن هذا الموضوع. حياك الله معنا أستاذ. الله يحييك، يا أهلا مرحبا. يعني اليوم الكل ينتظر هذا الموسم، هو موسم التخييم، موسم جدا ممتاز يعني من حالة الطقس، وأيضا هو متنفس للكثير من الأشخاص. بالبداية بنتكلم عن تراخيص المخيمات، تتم إلكترونية مثل ما احنا عارفين، هل دائما تتم إلكترونية؟ يعني ما لا داعي أن الواحد يتم المراجعة فيها؟ طبعا ما عاد اللي يجهلون طريقة إلكترونية، لكن هو الأصل أن العملية الإلكترونية من بدايتها إلى نهايتها، ولكن يفضل أن يكون موجود ميدانيا في الموقع عشان يتأكد أن ما في أي إعاقة أو ما في أي واحد سبقه في الموقع هذا، عشان لا تصير مشاكل للحجوزات مع الإلكترونيا، فيتأكد أن المكان خالي وأنه صالح. فما يكون حتى هذه نصيحة للناس، أنه ما يكون طريق للناس، يعني نسميها الدباية. نعم. ما يصير تحجز في الدباية اللي هي
طريق الرملي المعتاد للناس. نعم، علشان يكون في مساحة يعني. نعم، هذا طريق يعني الناس تعودوا يسلكونه، باكر تصير حوادث ولا شيء أنت حاط بنص الطريق اللي هو متعودين عليه. وأهم شيء في هذا الموسم يعني إحنا نتفادى هذه الحوادث. طيب يعني في شروط وضوابط بالنسبة لهذه العملية ودنا نتكلم عنها اليوم من خلال هذا اللقاء في بداية، يعني قبل أن ندخل في كثير من التفاصيل معك أستاذ. طبعا في شروط كثيرة، منها شيء خاص بالسلامة من ناحية إدارة الدفاع المدني. نعم. وشروطهم بتوفير طفاية حريق، وكذلك بالنسبة للأمن العام من ضمن شروطه أنه ما يكون سورة عالي أو حاجب للرؤية، بحيث أنه يكون متاح أمنيا ومتاح كذلك لفتشي البلدية برؤية ما مكونات هذا المخيم. نعم، أهم شيء اللي إحنا اليوم نبي نتكلم عنه ويمكن كثير من الأشخاص يعني يهتمون له اللي هو طبعا الموقع اللي يسمحون له في التخييم. شنو هي أبرز المعايير اللي على أساسها يتم اختيار هذه الأراضي أستاذ؟ طبعا البلدية سعت واجتهدت في اختيار المواقع بالتنسيق مع جهات كثيرة، منها النفط والبيئة ووزارة الداخلية والدفاع المدني، فتوفرت هذه المناطق على هذه الأسس وعلى موافقات جميع الجهات هذه الموجودة معنا في لجنة المخيمات. هذه المواقع دائما تكون متاحة للجميع، يعني لا هي صعبة الوصول ولا هي مكان لا يصلح للتخييم. نعم أستاذ، اليوم في نقطة يعني جدا مهمة ودنا احنا شوية نركز عليها من خلال هذا اللقاء، أصحاب الحلال يعني هل يشترط عليهم إصدار تراخيص لتجنب يعني نقول التعارض مع أصحاب المخيمات الربيعية؟ يعني اليوم انت عارف أصحاب الحلال يعني متواجدين هناك في هذا الموقع واليوم في مخيمات ربيعية، فشلون يتم التعامل معهم في هذه الحالة؟ هل يقدر هو يتم موجود في مكانه ولا لابد عليه انه هو يتم أيضا إصدار تراخيص كونه متواجد في هذا الموقع؟ صراحة هذا سؤال يعني ينم عن معرفة وميدانية. في أهل الحلال فعلا متواجدين في بعض مناطق التخييم، إذا كان زايد على سميها عزبة الحلال اللي هي قلص وخيمة ومحصار اللي هو شبك، إذا كان زايد عليها يجيب أهله ويحط عليهم مخيمات وكذا كذا، يلتزم مثل الناس بتراخيص. نعم. نعم، يعني عليه أنه يصدر التراخيص. نعم، عليه أنه يصدر مدام أنه زاد المكونات العزبة. نعم، طيب الإجراء في تم حال إصدار يعني تراخيص لمخيم واتضح في هذا الأرض يعني وجود مخيم للحلال في الأرض، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ والله هذه من ضمن النصائح اللي نقول لك، تبي تحجز احضر ميدانيا في الموقع واحجز وانت على علم أنه ما في أي إعاقة سواء حلال. نعم. أو مخيم آخر أو أي شيء موجود في الموقع. نعم. نعم. طيب يعني اليوم احنا قاعد نتكلم معاك استاذ عن المناطق المسموح التخييم فيها، بالنسبه يعني التخييم في المناطق الغير مسموحه هل في اجراءات معينه يتم فيها اتخاذ اجراءات في حال تم يعني التخييم في منطقه غير مسموح فيها اليوم؟ هو فعلا الاجراء يختلف اذا انت في موقع مسموح التخييم وما رخصت، نوجه لك انذار لان مكان يمكن ترخيصه، اما اذا كنت في مكان لا يمكن ترخيصه يحق لنا إزالته بدون إنذار. بس الإزالة هذه هي يعني هذا الإجراء اللي تتخذونه معها؟ نعم، والإزالة هي المطلوبة في حالة المخالفات لأن هي المعنى الرادع للمخالفات. طيب اليوم يعني موسم التخييم هو موسم يعني الكل مستعد له أكيد، وإن شاء الله يعني بعد التراخيص هذه وغيرها من الأمور اللي تتم إجراءها، شنو هي السلوكيات اليوم نقول ان هذه سلوكيات ممنوعه اذا كان المخيم مرخص لكن ممكن يكون في مخالفه عليها؟ اليوم الواحد خذ الترخيص وخلاص حط المخيم، لكن بعد التخييم هل في سلوكيات معينه يتم على اساسها مخالفه هذا الشخص؟ والله شوفي المخالفات احيانا تكون بيئيه، فهي اختصاص هيئه البيئه. نعم، ما تتدخلون فيها. ما نتدخل فيها. نعم. احنا مثل ممارسات معينه، لكن في تعاون بيننا وبينهم على توجيه المعنى أو المخالفة هذه لأي جهة موجودة كمشرفين. نعم. على المناطق مخالفات بيئية خاصة في تكرمون الجورة والإسمنت والأرواف، هذه كلها من ضمن الأشياء الممنوعة. كممارسات أخرى تخص البلدية تكون تجاوزت المساحة المرخصة أو زحزحت الموقع وقربته إلى موقع آخر، لأن احنا عملنا في الترخيص بالحفاظ على مساحات بين المخيم وآخر تقريبا 100 متر ويدرسون الآن 70 متر، إلا إذا كان الترخيص عوائل مشتركة
يمكن لهم الالتصاق مع بعض. هذا فقط للعوائل المشتركة كمساحة يعني. يكون بينهم معرفة ومتوافق ميداني أن ما في مشكلة يعني. نعم حلو هذا التنظيم بالنسبة للخصوصية يعني خصوصية أهالي المخيمات في هذا الموسم. طيب أستاذ يعني أثر تنظيم عملية التخييم في تحقيق معايير الحفاظ على البيئة وسلامتها، يمكن هذه نقطة إحنا اليوم قاعدين نركز عليها لأن يمكن في بعض الممارسات السلبية وبعض الأمور اللي لابد أن احنا شوية نشدد عليها أو حتى نذكرها. نعم مخالفات بيئية مشتركة بين البلدية والهيئة البيئة، يعني مثل تجريف التربة وتغيير معالم الأرض كلها من ضمن المخالفات اللي يتم بناء عليها إلغاء ترخيص وإزاحة المخيم كلها من الموقع. هذا في حال المخالفة. في حال المخالفة يتخذ قرار في اللجنة بإلغاء الترخيص ويرجع التأمين ويروح عليه طبعا الرسوم ويطلع من الموقع. ما شاء الله اليوم يعني استاذ اعداد كبيره من اصحاب المخيمات واللي عندهم هذه التراخيص وفي ممارسات يعني سلبيه، كيف يتم يعني خلينا نقول التحقق من هذه المخالفات؟ هل تتم يعني جوله ميدانيه بشكل عشوائي اليوم ما يكونون عارفين مثلا ان في هذه الجوله الميدانيه وصار يعني ان شافوا هذه المخالفات؟ هو فعلا ان الجولات مستمره، لا هي ما هي مفاجاه ولا هي سريه، ولكن احيانا الصبح فترة الصباحية نعم. وأحيانا فترة الظهيرة اللي يكثر فيها المخالفات، وأحيانا هي فترة الغروب. فترة الغروب في بعض الأهل المخيمات يقوم بحرق النفايات أساس أنها ظلمة وما يبين الدخان، يعني يتخلص منها، يتخلص منها بطريقة الحرق. نعم عشان كذي إحنا نخالف، لأن البلدية قامت بتوفير حاويات خاصة لجميع المواقع اللي فيها كثافة، فانت المفروض انك بس تشيل تكرم تشيسك وزبالتك وتوديها للحاويه، يعني مو مطلوب منك شيء ثاني. فلما تقوم في المخالفه هذه راح تكون واضحه لنا، واضحه لنا جدا. نعم وراح تنتبهون لها. انتبه لها. وشنو هي المخالفه اللي تتم على اساسها؟ في البلديه مخالفتها كغرامه يتم دراسه رفع الغرامات الحين، لكن هي الان كغرامه بسيطه جدا. رفع الغرامات يعني التشديد عليها علشان يعني ما تتم هذه المخالفه، عشان تكون رادعه جدا الغرامه، فما ما يصير مساويه او اقل من الفعل اللي انت سويته يعني. نعم. يعني 5 دنانير 10 دنانير ما تساوي تكرم الزباله اللي انت سويتها واضريت البيئه وضريت التربه. لكن احنا بهالناحيه هذه بالتوقيت الحالي نتعاون مع هيئه البيئه وفرق مشتركة مع بعض. نعم. ومخالفاتهم يعني بال5000 وفوق على النفايات وحرق النفايات والترويف. نعم مخالفات جسيمة يعني. جسيمة اليوم بالنسبة للمخالفين عالية الغرامة. نعم احنا نتمنى ان الشخص يكون عنده هذا الوعي الذاتي، يعني ما يحتاج لمخالفة علشان تردعه، يعني بالنهاية هذه بيئتنا، بيئة الكويت، المفروض احنا نتركها في جمالها وشكلها الطبيعي. اي نعم نتمنى احنا انه نوصل للمرحله الواعيه هذه اللي فيها الواحد يفكر انه يقط مثلا كلينكس بسيط، يفكر ان هذا راح يلف من المخيم يرجع لبيتك اذا ما حد شاله ولا انت بنفسك شلته. نعم. فتخيلي الالاف هذه من الناس كل واحد يقط كلينكس واحد وين بيروح؟ صحيح. نعم. بيرجع يعني بيرجع اكيد لبيئته وبحياته. لكن اليوم ايضا يعني من الجانب الزين والحلو نقول يمكن احنا تكلمنا عن كثير من النقاط السلبيه، لكن الاسواق المركزيه في مواقع التخييم وايضا التنسيق مع الجمعيات التعاونيه هذا يسهل على اكيد اصحاب المخيمات انهم يتواصلون بشكل مباشر مع هذه الاسواق المركزيه حتى تكون قريبه من هذا الموقع. هو صحيح تمت القرعه لبعض الجمعيات اللي تقدمت بطلب الخدمه لمواقع التخييم وتم توزيعها الحمد لله بنجاح، والجمعيات ستقوم بتحضير للأفرع هذه اللي يسمونها أفرع خدمة المخيمات، فموجودة وتخدم، ودخلنا جهات أخرى للمراقبة كذلك منها هيئة الغذاء لمراقبة المادة الغذائية اللي يتم تداولها في هذه الأفرع. نعم ان المواد تكون سليمه. نعم. وغير منتهيه الصلاحيه وغيرها تخضع بشكل سليم. نعم ومقدم بشكل سليم. نعم. يعني مو بعيده في البر وفيها مخالفات وفيها تجاوزات، هذه نقطه جدا مهمه يعني. نعم 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 نعم. ويتم الكشف عليها بشكل دوري يعني استاذ. طبعا جهه هيئه الغذاء حرصت ان تكون مشاركه في لجنه المخيمات للسيطره وفرض
الترتيب والإلزام على جميع الأفرع بالمحافظة على المادة الغذائية وتقديمها بشكل مناسب. في ظاهرة عندنا احنا نقدر نقول هي إيجابية في نوع معين، يعني ان العربات المتنقلة ما شاء الله قمنا نشوفها بكثرة في دولة الكويت، واصحاب العربات المتنقلة قبل طبعا هو لازم يكون مرخص كأنه عنده عربة متنقلة، لكن تواجده في مكان التخييم او المخيمات، هل هذه العملية ايضا لابد انه هو يعني ياخذ ترخيص على الموقع اللي هو بيوقف فيه، ولا هو يقدر يوقف اي مكان دام ان العربة المتنقلة هذه نفسها عندها ترخيص؟ هو بالنسبة للعربات المتنقلة الناس تحب الخدمة اللي بالسيارة درايف ثرو، فهذه الخدمات إيه هذه الفود تراك موفرة هذه الخدمة، وشيء حلو في البر تيك خدمات عالية الجودة والمستوى، وكذلك اللجنة يعني حرصت على خدمة المشاريع هذه هي مشاريع الشباب الكويتيين كدعم يعني نعم كدعم لهم، خصصت لهم مواقع في مناطق التخييم على اساس انه يكون اصل الفود تراك يكون فيه ترخيص تجاري، والموقع اعطي بشكل عام وتنظيميا على مشرفين المنطقه، فاحنا نظمنا بعض المناطق ورتبنا لهم بالتنسيق ويا الفود تراك ورتبنا لهم المواقع هذه. يعني في تعاون مسبق بينكم وبينهم، ما راح يوقف بشكل عشوائي، غير ان هذا المكان يعني مسموح له. صحيح، المكان مسموح وبشكل معين حسب حاجه المنطقه. نعم. جميل الصراحة دعم المشاريع يعني وأصحاب المشاريع خصوصا هذه المشاريع الصغيرة أنها هي تنطلق وبقوة في موسم التخييم، وهي فرصة بالنسبة لهم إذا كانت في هذا الشكل المنظم. أستاذ إحنا قبل أن نختم معك هذا اللقاء ودنا نصيحة للسادة المشاهدين، يعني موسم التخييم الجو ما شاء الله اليوم جدا جميل، مقبلين على موسم الشتاء إن شاء الله قريب، والكل يعني ناطر ومتشوق لهذه الأجواء، لكن هناك نصيحة أكيد للسادة المشاهدين. والله النصيحة من ناحية البلدية التزام بالنظافة والتزام بالتراخيص ومواقع التخييم المخصصة، أما بالنسبة للأمور الأخرى احنا نتمنى السلامة للجميع سواء باستخدام الخيمة أو استخدام النار وشب النار والتدفئة، ويكون المكان مهوى وجيد التهوية، وكذلك عدم الخروج خارج حدود مخيمك، النطاق المحدد أي يعني. خليك في نطاقك عشان لا تصير معك مثلا حوادث البقيات أو السيارات أو كذا، لأن أنت حطيت حدود خلاص الناس التزمت ما تدش عندك، فأنت خليك في مكانك يعني، إلا إذا كان المكان متاح وبعيد عن البقيات وعن السيارات وعن الفود تراك نفسه، فهذه أماكن فيها ازدحام، إذا كنت بعيد أنت بالسيف سايد، لكن أنت إذا كنت في الأماكن المزدحمة هذه انتبه لأبنائك وانتبه لنفسك عشان نطلع يعني أقصى مدة من الاستمتاع في هذا أقل الحوادث وسلامة إن شاء الله. بالالتزام يعني مع هذه الشروط أكيد إن شاء الله راح تكون العملية جدا منظمة. نعم. يعطيك العافية، احنا شاكرين الأستاذ سليمان الغيث رئيس قسم الإزالة في بلدية الجهراء، كل الشكر لك على تواجدك معنا في الاستوديو والإجابة أيضا على تساؤلاتنا. ساعة مباركة، حياك الله. تتنوع الاهتمامات وتختلف التفضيلات، في ناس تفضل التخييم طوال موسم الشتاء، وناس تحب تجربتها تكون قصيرة وشاملة ما بين التخييم والكشتات. حبينا نسمع منكم ونعرف آراءكم وتفضيلاتكم وملاحظاتكم فيما يتعلق بالممارسات السلبية والإيجابية خلال هذا الموسم، وشنو اللي قاعد يتغير مع مرور السنين في البيئة نفسها وفي الممارسات الفردية والجماعية، وشلون هذه التغييرات قاعدة تأثر على القوانين والضوابط اللي تتجدد وتستمر كل سنة لتنظيم هذا التنوع من النشاطات. خلونا نشوف معاكم هذا التقرير عفوا ونرجع لكم إن شاء الله. تخيم أحسن المكشات طبعا، أنا أفضل التخييم، الكشتة أحلى. بما أن الجو بلش يتعدل وقمنا نشوف هالنسمة الباردة الحلوة هذه اللي تغير من نفسية، ففي بعض من الناس قامت ترتب أمورها وتستعد حق موسم البر. طبعا في ناس تروح البر تكشت وفي ناس تخيم، كل واحد على حسب هواء ومزاجه. الحين الجو بلش يتعدل، برايد خفيف صح، شنو تفضل تخيم ولا تكشت؟ لا هو تخيم أحسن. ليش؟ جمعة وتكون موجودة شغلك وأغراضك على طول موجودة يعني. أنا عندي شتاء أحلى لأن تكشت الجو حلو، نار دفيك، أما مخيم تقعد بالخيمة شو تسوي؟ صار التخييم أفضل من الأول، صار في تنظيم أكثر، صارت في مؤسسات، في شركات، في أفراد تعتني بالمخيمات هذه وتوفر لك جميع الحاجات اللي أنت تحتاجها. شلون أمورك؟ الحمد لله. شلون الجو وياك؟
والله تمام. براد حيل. المخيم تكون ثابت، الكشتة طال عمرك يعني روتينية، يعني تطلع مثلا بأسبوع مرة مرتين، المخيم تكون جمعة وناس وهبة ريح. الكشتة تشيل وتركب وتحط، أما التخييم مكانك ثابت وأهم شيء الترخيص. أقل تكلفة من التخييم وأقل ضرر على البيئة وجمعة أحسن وناسة. أنت بتروح الكشتة تستانس بيوم واحد وترجع، ما له داعي تنام بالبر، لأن بعد الشيلة وهذا في ناس تقط الوساخة وتمشي. تروح تخيم ولا تكشت؟ تكشت، لأن الكشتة يكون أحلى، الخيم يكون داخل مكان مقموط يعني مسكر، أما لما يكون كشتة يكون مكان مفتوح تحس أحسن. يما إيش رأيك باللي يروح البر ويوسخ البيئة؟ مو زين، أخذوا منهم غرامة بعد ما يتوسخون. اليوم الشباب يهتم أكثر ببيئته والمكان اللي يخيم فيه أو المكان اللي يكشت فيه. في ناس واعية وفي ناس لازم يكون في ناس غير واعية. البيئة اللي بعض الناس اللي يطلعون كشتة ولا مخيم لا خلص قط غرابة مشى، ما يصير، خلص من المكان مثل ما هو نظيف شيل غراضة كنت ماشي. قطون أغراضهم إذا خلصوا الوساخة، ما ينظفون، ما عندهم عمال. لا طبعاً يبكي أشي سبالة عزك الله أو اسمع أخزنهم عندي بين قطهم. برأيك في ناس توسخ وتخرب البيئة؟ نعم يوسخون، يعني أنت توسخ بيئة وتمشي غير كيرة يال مثلاً عادي يكون عمره 60 شاي يكشت تشوف الوساخة يشيل عندك، يعني أنت عمرك شيء 20 تخلي ريال كبر يدك يروح يشيل أغراض أنت قاطها. في وايد ناس تحذف وساختها وتمشي، هذا قاعد تذبح البيئة. في ناس واجد قاعد قط، يعني لو تروح داخل البر يخلون أغراض، حتى كل شيء يخلونه، الغاز يجيبونه معهم يخلونه يمشون. في ناس توسخ في ناس نظاف، مو كل الناس كذي. أنت نظيف تلقى بيتك نظيف، مرتك نظيف، عدل ولا لا؟ إيه لما صاحبك يشيشك يقول لك اركب وياي بالسيارة. ايه هذه شنو هذه؟ هاي اللي يروح بالبار تقحيص. هذا لا، هذا استهتار، هذا يمكن يدمر بيئة واحتمال يذبح نفسه بسيارة بي ثانية تقلب سيارة حديد. شنو رأيك باللي يقحص بالبر؟ عاد هذا جو بس لا يقحص، يعرض روحه وروح لآخرين الخطر. يفحطون ما يقطون الأشياء بالزبالة، يرمونها عند البحر، جل العمال يشيلونها، يعني هذا الشيء حرام. نظافة حلو يما، عدل ولا لا؟ عدل ولا يخليك إن شاء الله يا رب. بتروح البر، بتخيم، تكشت، تسوي اللي تبي عليك بألف عافية، استمتع واستانس، ولكن حافظ على مكانك، لا توسخ، ولما تشوف وصخ غيرك شيله وياك أخذه بالدرب، استمتع واستانس، إن شاء الله تقنبر بنص البر كيفك، ولكن نحافظ على نظافة ديرتنا. وعليكم بالعافية. جاك أخوك العود وقال لك مثلا تعال خلي أقحص فيك بالبر، راح تركب وياه ولا أقول الصج؟ صجي. رجعنا لكم من بعد هذا التقرير وللحديث بشكل مفصل عن الأثر البيئي لممارسات المخيمين على البيئة والحياة الصحراوية. ينضم لنا عبر الهاتف الناشط البيئي الدكتور فنيس العجمي. يا حيا الله معنا، وأكيد إن شاء الله اليوم من خلال هذا اللقاء في كثير من التساؤلات. الله يحييك أختي، يا مرحبا، مسهلا ومسي على الجميع بالخير، وبارك لهم بهالأمطار، الله يجعلها أمطار خير على البلاد والعباد يا رب. آمين إن شاء الله. يعني دكتور، اليوم خلال موسم التخييم وبعده، شنو أبرز اللي ترصدونه من تجاوزات بحق البيئة؟ طبعا موسم التخييم الحمد لله يرتبط في الأمطار وفي السعادة وفي الربيع وفي الطلعات العائلية، وهذه كلها يعني نقول دائما عسى الله يجعلنا دائما ان شاء الله نشوف المشاعر الطيبه في مجتمعنا وبلدنا. لكن يحزننا وتقريركم الله يجزاكم خير وتركيزكم على هالنقطه مهم، المظاهر السلبيه. يعني اليوم قبل لا نخيم الاخوان في هيئه البيئه والبلديه مشكورين حددوا ضوابط وحددوا اوقات وحددوا انك تحجز مواقع معينه. قاعدين نشوف ناس خيمت قبل المواعيد، قاعدين نشوف ناس قاعده تحط المخيمات في وضع يد، قاعدين نشوف ناس تحط مخيمات تجرف التربة وتحفر وتحط صبات وتحط سميد. هذه كلها مظاهر يعني تخريبية يستمتع فيها الإنسان 3-4 أشهر، لكن أداها يستمر لعشرات السنوات. نعم نعم، هذا سؤالي لك دكتور. يعني ذكرت حضرتك كثير من السلوكيات السلبية اليوم، يعني هذه السلوكيات المخالفة مثل ما ذكرت حضرتك يعني تأثيرها مباشر على البيئة، لكن أيضا
هناك يعني تأثير على المدى الطويل. ودنا نتكلم عن هذه الجزئية تحديدا، يعني بشكل مباشر راح نشوف التخريب وراح نشوف هذا يعني الأضرار البيئية، لكن على المدى الطويل كيف تؤدي أو تأثر على بيئتنا بالكويت؟ لاحظ اختفاء الشجر، الأشجار البرية بأنواعها، اختفاء الحيوانات. اليوم أي كمية بسيطة من الهواء قاعد تسبب لك عج وغبار وزحف مال، كل هذا السبب لأن احنا قاعد نسوي هالممارسات الخاطئة. نعم. لما تدمر طبقة الرمال وتقضي على الشجار وعلى بذورها وتقضي على الحيوانات، يصير البر للأسف في بعض المواقع مثل ما احنا شايفين ما تحصل فيه إلا البلاستيك والكياس وبقايا الحيوانات. اليوم هذه الممارسات خطيرة جدا. نعم. الدولة مجتهدة، الناشطين مجتهدين، جهودكم كإعلام مشكورة في التوعية، لذلك حنا اللي نطالب فيه ونبدأ في أنفسنا. دورنا اليوم كمواطنين ودورنا اليوم كمجتمع أن نساهم في دعم إصلاح بيئتنا وليس تخريبها. نعم دكتور، علشان نوضح للسادة المشاهدين، اليوم يعني المخالفين ممكن هو ما يعتقد بأن هذه المخالفة قاعدة تأثر هذا التأثير الكبير، اعتقادا منه بأن ممكن يتضرر الشكل من بعد إزالة هذا المخيم. ذكرت جزئية وايد مهمة أن هناك أنواع من النباتات قد يتم يعني الضرر فيها، ياريت لو تذكر حضرتك شنو هي أبرز يعني النباتات أو خلينا نقول الحياة البيئية اللي ممكن تتأثر في هذا الموسم تحديدا. اليوم طال عمره شبه برنا اختفى منه الشجر البري بانواعه، العرفج، الرمز، العبل، القرطه، كل اشجارنا البريه اللي كانت موجوده سواء في مناطقنا الجنوبيه او مناطقنا الشماليه او حتى في المنتصف جهه كبد وما حواليها كلها تقريبا اختفت باستثناء المناطق المحميه عسكريا او نفطيا او محميات الناشط. فحنا اليوم صرنا نعاني شبه انقراض هذه الأشجار بكافة أنواعها للأسف، يعني لو ضرر على نوع معين ولا على موقع واحد. نعم. يعني كلنا نذكر الصبية ونذكر بر السالمي ونذكر العبدلي ونذكر النصيب ونذكر البران اللي حوالين الدائري السابع، اليوم روح شوفيها للأسف مخلفات، اختفاء أشجار، سميد، أخشاب مرمية، جيف حيوانات. الخطر في الأمر فقدنا شجرتنا البرية، والشجرة البرية اليوم هي منظومة بيئية متكاملة يكون فيها الحشرة النافعة ويكون فيها الزاحف النافع ويجيها الطير يعشش فيها ويجيها المخلوقات الربوع مثل الضب وغيره، إذا اختفت تدمر منظومتك البيئية كاملة تختفي. نعم. كلها. نعم، علشان كذي يتم التشديد عفوا على هذه المخالفات، وقاعدين نلاحظ يعني مثل ما ذكرت كثير من المخالفات. نتمنى زيادة الوعي يعني وتنبيها للجميع، يعني هذه حلقة خاصة احنا يمكن فيها كثير من الجوانب اللي قاعد نتكلم فيها، تكلمنا عن هذا الموسم، تكلمنا من الناحية كيف انهم يخيمون، وايضا من الناحية البيئية اللي هي طبعا الجزئية المهمة. يعني اليوم نقول اكثر المخالفات اللي تتم في موسم التخييم دكتور هي جرف التربة وتسوية الأراضي. نبي نتكلم اليوم عن الأضرار الناجمة عن هذا السلوك، يمكن الشخص يشوف هذا تصرف عادي، وشنو اللي راح يضر البيئة في هالموضوع؟ البذور البرية تقعد في طبقة الرمال الهشة الخفيفة يمكن لعشرين سنة، يعني لو والله اسقاها بمطر بعد سنوات تشوفين سبحان الله ردت وحيت. نعم. اليوم أنت إذا جرفت التربة دمرتها للأبد، وجرأوا يعني للأسف لما يجرف التربة ليش يجرف؟ والله عشان يسوي له جلسة خيمة، ولا يسوي له ملعب قدم، ولا يسوي له مواقف، يعني جريمة بيئية وتدمير خطير ما ندرك خطورته. تسوية الأراضي هذه كلها تقليل على طبقة البذور نهائيا، فما عاد يكون فيها أشجار، نفس الوقت سبب تفكك للتربة. فعند أي تشوفين قبل لا يبدأ الصيف من شهر 4 إلى 5 عج وغبار وتسكير مناطق وشوارع تعاني زحف رمال وملايين تدفعها الدولة لإزالة هالرمال، لو كان الشجر موجود كان هو اللي بيتفضل الرمل ويمسك. نعم. فهذه الممارسات السلبية مدمرة وخطيرة، ياليت يعني تتوقف. نعم نعم، يعني لما يتذكر الإنسان يعني بعض الأمور وفيها تذمر وغيرها يتذكر يمكن جزئية بأنه هو كان مسؤول يمكن عن تلوث وغيرها من أمور قاعد ينشرها في هذه البيئة تحديدا، فالمفروض أنه يعني يتمعن النظر أكثر. لكن اليوم من خلال هذا اللقاء ويعني ما شاء الله مجهودكم، كيف يمكن نشر التوعية البيئية في المجتمع علشان نحقق المسؤولية الفردية ونحن نحافظ على البيئة؟ المشاريع اللي نحتاجها هي مشاريع دولة، واليوم سمو العاهد الشيخ من شاء الله يحفظه شارك في قمة المناخ، واليوم العالم كله داخل في تحدي للمساهمة في عالم أخضر في عالم نظيف، والكويت الحمد لله متعودة دائما بوجود
أهلها وشبابها ومؤسساتها وإعلامها الطيب في الصدارة والتميز. لذلك اللي حنا نتمناه إطلاق حملات بتوجه حكومي، التنسيق بين الجهات الحكومية، هيئة البيئة، هيئة الزراعة، التطبيقي، جامعة الكويت، باقي المؤسسات مع النقابات وجمعيات النفع العام والمدارس، لإطلاق حملات للتخضير والزراعة والتركيز على زراعة شجر بلدنا، الشجر البري. اليوم مع هالأمطار ما شاء الله هذا موسم زراعي ناجح. يفترض أن حنا نطلق حملات زراعية في كل مكان، يفترض أن حنا ننظف، يفترض أن حنا نعمر البر والبحر. إحنا نتكلمنا على الجانب البر، البحر أيضا للأسف يعاني، اختفاء اليوم أشجار المنقروف، تدمير للبيئة البحرية، تآكل بعض الجزر، التلوث اللي قاعد يحصل. ياليت نحرص على هذه المنظومة البيئية، برنا وبحرنا وجونا إنه يكون صحي. تطلق حملات إن شاء الله حكومية، وأنا واثق أكبر الله بوجود الشعب الطيب، الكل بتجاوب ويتحرك، لكن الأمر يحتاج إلى قرار يشجع يدفع الأمر إلى الأمام. نعم نعم، إحنا نتمنى إن شاء الله الاستمتاع في هذا الموسم بعيدا عن الحوادث البيئية وغيرها من الأمور اللي تشوه بيئتنا في دولة الكويت. شاكرين لك إحنا دكتور يعني انضمامك لنا في هذا اللقاء، شكرا لك. شكرا أكيد للدكتور على انضمامه لنا في هذا اللقاء. اليوم التوعية البيئية علينا دور توعوي بشأن عدة مواضيع ترتبط بموسم التخييم واللي دائما نلاحظ فيها كثرة الحوادث باختلافها، وإن كان هناك تثقيف كبير قد نتمكن من تقليل نسبة هذه الحوادث. وبهذا الإطار ينضم لنا عبر الهاتف الرائد أحمد المشمون، ضابط العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. حياك الله معانا اليوم من خلال هذا الاتصال، وإن شاء الله يعني نقول موسم خالي من هذه الحوادث. نتمنى ذلك، حياكم الله، نمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام في هذه المداخلة اللي نتمنى إن شاء الله نوصل فيها رسالة هادفة وكاملة إلى الأخوة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله. طبعا في كل موسم تخييم لابد في كثير من الأمور والنصائح التوعوية من قبلكم، لكن بالتزامن مع هذا الموسم تحديدا يعني اليوم خلينا نذكر شنو هي أبرز الحوادث اللي تلاحظونها إنها خصوصا تتكرر يعني رغم هذه التحذيرات وغيرها من النصائح. نعم طبعا موسم البر موسم يكون هام بالنسبة للشعب الكويتي، كون أحد أماكن الترفيه اللي ممكن تقضي فيها فترة موسم الشتاء. فالحوادث اللي تصير عندنا في المخيمات احنا ما نقدر نقول ان هي متكررة، والحمد لله قلت سنة بعد سنة بفضل الثقافة اللي تم نشرها من خلال قوة الإطفاء العام، ولكن عندنا مشاكل مولدات الكهربائية اللي احيانا يكون فيها سوء استعمال او ما فيها صيانة كافية او يعني دقيقة، ممكن تؤدي الى بعض انواع الحرائق او الخلل اللي ممكن يحوشها. ايضا حرائق الخيام، حرائق الخيام بسبب يعني عدم توفير سبل الأمن والسلامة مثل مطفأة الحريق، البطانية الحريق، هذه كلها أمور أساسية يفترض تواجدها في كل خيمة. فإذا صار عندي أنا حريق في الخيمة من الصعب أني يعني إذا ما كانت عندي مطفأة الحريق من الصعب أني أنا أتفادى هذا الحريق، لأن مثل ما ندري إحنا الخيمة من مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال. صحيح. نعم. فبمجرد اشتعالها وإذا أنا ما كنت يعني توفر عندي أدوات الأمن والسلامة ما راح أقدر أسيطر عليها. ونحط في بالنا أن حتى مع اشتعال الخيمة ومن واجبك أن أنت تتصل على هاتف الطوارئ 112 وتبلغهم بموقعك، نقاط قوة الإطفاء العام موجودة ومتوزعة على كافة أماكن التخييم والنقاط الأمنية. نعم. هم راح يجون وراح يقومون بواجبهم بأسرع وقت، ولكن أنت لازم تأمن مكانك ومخيمك على أكمل وجه. نعم نعم، ذكرت يمكن نقطة اللي هي طبعا الحرائق، وذكرت يعني يمكن أبرز الأسباب لهذا الموضوع، لكن في يعني موضوع الفحم، يعني مخاطر الفحم قبل لا يصير جمر ويجهز، شنو هي أبرز الأمور اللي ممكن نطيح فيها من أخطاء؟ يعني اليوم الإنسان يعني ممكن يطيح في هذه الأخطاء، ممكن تصير هناك حرائق ومشاكل وغيرها. نعم، الفحم هو مسبب رئيسي لأكثر حوادث الله يبعد الشر عن الجميع، اللي هو الموت أثناء النوم. صحيح. بعد اشتعال الفحم أيضا ممكن يسبب لي حرائق، سواء يعني يحرق الناس أو الأطفال، أو ممكن الجمرة إذا طاحت على شيء قابل للاشتعال ممكن تولد عندي حريق. الفحم يجب إشعاله في مكان مناسب بعيد عن الخيمة نوعا ما،
لازم يكون الاشتعال كامل، خصوصا أخواننا اللي يستخدمون الفحم الصناعي اللي منتشر بكثرة هذه الفترة. الفحم الصناعي يحتاج أن يكون اشتعاله بشكل كامل إلى أن يوصل مرحلة الجمر، بعدها تقدر تدخله إلى داخل الخيمة. بالإضافة إلى ذلك الفحم لازم أكون حاطة في مكان آمن، السطح اللي تحت الفحم يفترض أن يكون سطح غير قابل للاشتعال، ممكن أحط صاجة أو حديدة أو الدوة تكون مجهزة بشكل آمن أن أحط أنا عليها الفحم. بالإضافة إلى ذلك الأطفال دائما تكون عيوني عليهم، دائما أوصي أن الأطفال ما يكونون قريبين من دوة الفحم. بالنهاية الفحم لما يعني خلاص الحين صار وقت النوم، خصوصا الأشخاص اللي يباصون بالمخيم وينامون، لازم أطلع دوة الفحم برا الخيمة، ما تكون داخل الخيمة آمن. يعني نعم طبعا، حتى لو كان تقول لي أنت الجو بارد جدا نحتاج شيء يدفينا، آخر شيء تبيه يدفيك هو الفحم أثناء نومك، لأنه لما يطفي الفحم راح يعني يطلع اول اكسيد الكربون، وهذا الغاز اللي راح يخليك يعني تفقد الوعي بشكل تدريجي، ويعني تصير ما لا يحمد عقباه. نعم. فدائما الفحم نطلعه برا الخيمه، نتاكد ان نطفيه. في ناس يقول لك لا والله انا دايخ راح اطلع الفحم برا الخيمه واخليه، صدقني مع اي هفه هواء او يتحرك الفحم ممكن يطير الشرار الى أقرب مصدر قابل للاشتعال، سواء كان خيمة أو أي شيء آخر، ويؤدي إلى حريق. للأسف يعني يمكن ما يعتقد هذا الشيء، يكون يعني أنا خلاص يعني اتبعت وسائل الأمان وخليتها برا الخيمة مثلا، فليش ما يف باله أصلا أنه ممكن هالشيء يصير. نعم نعم نعم. وده يعني هم الفحم لما نكون بنطفي، في ناس تستخدم مثلا أني أرش عليه ماي، هو مو طريقة خاطئة، ولكن في طريقة أسلم منها، لأن أنت لما ترش الماء على الفحم راح يؤدي إلى خروج بخار الماء من الفحم بمجرد ملامسته، فممكن يؤذيك، ممكن يؤدي إلى احتناق. دائما نستخدم التراب، التراب هو أأمن طريقة أن أنت تطفي الفحم تدفنه فيها، بحيث أنه ما يظهر الفحم من على سطح الدوة، ما يتعرض لأي شيء آخر. نعم نعم، نصائح الصراحة وايد مهمة، يعني نتمنى إن شاء الله الكل يعني يتبعها. لكن بالنسبة لكم يعني هل في زيادة في البلاغات سنويا في هذه الفترة من العام بوجود المخيمات، ولا يعني في يعني قلت هذه البلاغات عن قبل؟ نعم الحمد لله رب العالمين، يعني بلاغات المخيمات قلت بشكل كبير، وأيضا هذا ما ينعكس فقط يعني على الدور التوعوي اللي تقوم فيه قوة الأطفاء العام وتمثل في إدارة العلاقات العامة والإعلام، ايضا يعني الاخوه اللي يطلعون الى المخيمات صار عندهم وعي كافي. لا ننسى ان قلت اعداد المخيمات في السنوات الاخيره، بحيث انه صار لها تراخيص وصار لها ترتيبات، وهذا شيء تشكر على القياده المسؤوله عن المخيمات، فصار فيها لها ترتيب كبير الحمد لله، قلت الحوادث. احنا نتمنى ان يعني يستمر هذا الشيء وتقل اكثر واكثر. احنا اليوم في قوة الاطفاء العام نوصي باتباع اجراءات الامن والسلامة، احنا الحين في موسم امطار، الفترة الجاية الجماعة اللي في ودهم يخيمون لازم تختار مكان مناسب يكون مرتفع، بحيث ان لو صار عندك مطر تكون انت بعيد عن السيول اللي ممكن تتكون بسبب الامطار. نعم نعم، وما يتعرضون لهذه الحوادث مثل ما ذكرت. يعني كثير من الأمور الأساسية لابد أن احنا نتبعها، موسم جميل لكن في كثير من الحوادث للأسف بسبب عدم التزام البعض. يعني احنا شاكرين لك اليوم الرائد أحمد المشموم، ضابط العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، كل الشكر لك. والشكر لك موصول كذلك، يعطيك العافية. داشين على موسم يعني براد وأجواء فرح ونشاطات تجمع العوائل والأصدقاء، في حلقتنا لليوم حاولنا نذكر في بداية هذا الموسم على المسؤولية اللي يحملها كل شخص منا بشكل شخصي ومنفرد تجاه البيئة، وأيضا تجاه الأفراد الآخرين وتجاه نفسه، المتمثلة بالتزامه بالقوانين المنظمة لعمله التخييم. طبعا احنا نقول دائما محافظتنا على مكان تخييما بحيث يتركه خالي من الأضرار مثل ما لقاه أول مرة، وضحنا القوانين وأشرنا للأثر وبينا السلوكيات الصح والغلط، فما بعد طبعا التذكير. نتمنى إن شاء الله اليوم تحسن وتطوير هذا الموضوع. نشوفكم على خير.